المصلحة الولائية للسلطة القضائية بأمن ولاية ورقلة تتمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من 4 أشخاص بخصوص تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حيازتها، شحنها، نقلها، تسليمها باستعمال عدة مركبات ذات محرك لغرض الاتجار غير شرعي بها. التهريب على درجة من الخطورة ماس بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني والأمن الوطني وتبييض الأموال. وبناء على عمليات تفتيش مساكن مشتبه فيهم تم ضبط وحجز قرابة 200 ألف قرص من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام ذات منشأ أجنبي، قرابة 13 كيلو جرام كيف معالج، 340 قرص إكستازي، 7 مركبات، 3 براميل بلاستيكية بها 200 لتر بنزين، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1.363 مليار سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.